السلام عليكم. النهاردة هنتكلم في موضوع الناس اللي عايزة تسافر بره منطقة الخليج، يعني بوجه عام في المجال بتاعنا، في مجال التدريب والتغذية، من أكتر الحاجات اللي بنتسأل فيها، وفي نفس الوقت من أكتر الحاجات اللي شايف إن الناس فاهمها غلط. خلينا نتفق مبدئيا إن الصورة الذهنية اللي عند الناس بتاعت اللي أنت الدنيا بره سهلة قوي، وإن أنت هتاخد فلوس كتير وذهب وياقوت وألماظ، الكلام ده كله يا جماعة مش مظبوط. لو انت متخيل ان انت هتدخل الجيم يقولوا لك ايش تبي سيارة دوله سيارة، الكلام ده يا جماعة مش حقيقي. لازم نبقى متفقين ان الشغل بره اصعب وبيحتاج مجهود كبير جدا، ظروف الشغل اساسا اصعب من اللي موجودة في مصر، المنافسة اعلى جدا جدا. ففي الغالب اللي بيقدر يثبت نفسه في مصر وناجح هو اللي بيقدر ينجح بره. ولو انت اساسا ما قدرتش تثبت نفسك في السوق الاسهل اللي هو هنا، يبقى مش هتقدر تثبت نفسك بره. فمبدئيا الموضوع مش سهل، الموضوع محتاج مجهود. الصوره الذهنيه بتاعت الافلام اللي عند الناس عايزكم تنسوها خالص، لانها مش حقيقيه. الناس اللي بره بتتعب وبتتبهدل وما بتاخدش لا ذهب ولا قوت ولا الماظ، لا يعني بتتبهدل. طيب، تاني حاجة خلينا نفهم ان المجال بتاعنا فيه 3 مراحل. اول مرحلة خالص اللي انت بتحاول تتعلم فيها وتعمل شكل جسم كويس علشان تلاقي وظيفة. المرحلة دي يا جماعة مش مرحلة سفر، ما ينفعش تسافر فيها. لو انت سافرت من غير ما تبقى جاهز، لازم هتروح على حاجة سيئة جدا، وفي الغالب مش هتعرف تثبت نفسك. تاني مرحلة اللي هي مرحلة الشقة بقى، اللي انت بتشقى فيها وبتشتغل بالعشرة والاتناشر ساعة وبتحاول تاخد كورسات اكتر وبتحاول تعمل فلوس، هي دي المرحلة اللي انت ممكن تفكر اللي انت تسافر فيها لو انت فعلا هتقدر تحقق نفسك، مش مجرد بتهرب من الواقع ان انت مش عارف تعمل حاجة هنا فشماعة لا ده بره اسهل فتسافر بره، مش حقيقي. يبقى هي المرحلة اللي حوالي من 22 ل 29 سنة دي اللي انت ممكن تشقى فيها وتتعب وتشتغل عدد ساعات طويل جدا، هي دي المرحلة اللي ممكن تبقى مناسبة اللي انت تفكر اللي انت تسافر فيها. تالت مرحلة ان انت بقى كبرت واخدت الخبرات الكافية وبتبتدي تدور على كارير باس، او ان انت يا ترى انا هبقى مدير امتى وهعمل ايه. المرحلة دي يا جماعة مش مرحلة مناسبة للسفر، الا لو انت اوريدي بقيت مدير رايح مدير. انما لو انت بقالك شغال في المجال 8 9 سنين واخدت خبرات وعايز تسافر تشتغل من اول وجديد من اول السطر، انا ما انصحش اي حد اطلاقا انه يعملها. يبقى يا جماعه اول مرحله بتاخد كورسات وبتتعلم وبتعمل جسم كويس علشان تبتدي، دي ما فيهاش سفر. تاني مرحله بتاعت عدد ساعات الشغل الطويل والشقه، دي مرحله مناسبه للسفر. تالت مرحلة بتاعت ان انت ابتديت تكبر وابتديت يبقى عندك خلاص الخبرات، دي برضو مرحلة مش مناسبة للسفر. اختار مرحلة مناسبة تسافر فيها، ما تحاولش تسافر بعد ما تكون خلاص خدت خبرات طويلة والسن الكبير ده كله، لسبب ان انت ممكن تروح تقعد سنتين تلاتة ترجع المجال بتاعنا هنا محدش فاكرك، مفيش مكان ليك، هتلاقي معظم الناس اللي حواليك اصغر منك بكتير، ودي احنا شفناها في ناس كتير حوالينا ومرحلة سيئة جدا. ما تحاولش تسافر لمجرد ان انت تهرب من الواقع، حاول ان انت لو هتسافر علشان فعلا تطور من نفسك او تعمل فلوس اكتر، ولما ترجع مصر ترجع بشكل احسن وتاخد تايتل اعلى. ناخد بالنا يا جماعه من النقطه دي، ما تحاولش تسافر لمجرد السفر. الشغل بره مش جنه خالص، سوق مصر متقدم جدا عن معظم الدول اللي حوالينا، ان انت تثبت نفسك هنا اسهل من ان انت تثبت نفسك بره، كظروف وكتطور في المجال وكعدد جيمات وكل حاجة. ناخد بالنا وما نتسرعش وما نحاولش نسافر لمجرد ان احنا نهرب من الواقع. وشكرا.